أصدقاء الصديقات، السلام عليكم ورحمة الله. متتبعي قناة جامعة الإسبانية، أرحب بكم من جديد في هذا الفيديو الجديد، والذي سنواصل فيه تعلم الحالات التي يستعمل فيها الفيربو سير، أي فعل الكينونة. هذا الفيديو يعني هو تكملة يعني وتتم يعني للفيديو الأول حول الفيربو سير. واليوم إن شاء الله كما ذكرت سوف نواصل تعلم هذا الفعل، وسوف نشاهد ما جميعا إن شاء الله حالات أخرى التي يستعمل فيها هذا الفعل. مثلا لكي نتكلم عن الوضعية الاجتماعية مثلا لأي شخص، لكي نقول مثلا فلان غني أو فلان فقير أو فلان من عائلة عريقة من عائلة غنية مثلا إلى آخره، كذلك نستعمل الفيربو سير كما قلت. مثلا سوف أكتب جملة هنا، اسي سينيور، أي هذا السيد، اسي سينيور سينيور اس دي una familia noble اس دي una familia noble. هي المقصود بهذه الجملة هذا السيد يكون أو هو من عائلة نبيلة، من عائلة النبلاء مثلا. حالة أخرى يعني من الحالات التي تستعمل فيها الفيربو سير، أي عندما نتكلم عن الوجهة، عندما أي شيء يكون موجه مثلا لشخص أو لمكان ما مثلا. مثلا هذه الهدية لك، أي هي موجهة لك، هذه الهدية لك، هذه الهدية لك. Este regalo قلنا este regalo es para ti. Este regalo es para ti. هذه الهدية لك، أي هي موجهة لك. Este regalo es para ti. كما تشاهدون معي على الشاشة. حالة أخرى يعني مشابهة جدا لهذه الأخيرة، يعني أي شيء يكون موجه يعني لشخص أو لعدة أشخاص، يعني نفس حالة التي هذه المجلات مثلا هي للجيران، يعني أي هي موجهة للجيران. يعني كان الجملة هذه الحالة مثل الجملة الأخيرة التي شاهدنا، أي هذه الهدية لك. هذه المجلات هي للجيران، أي هي موجهة للجيران. esas revistas son para los vecinos. Esas revistas son para los vecinos. لكي نقول مثلا أن أي شيء من الأشياء يكون يعني يكون لفلان، أي صاحبه فلان. مثلا هذا قط الجير، هذا القط هو للجيران، هذا قط الجيران، أو هذه سيارة عمي مثلا، أو هذه سيارة أخي، أو هذه دراجة صديقي مثلا. كذلك نستعمل الفيربو سير. مثلا لكي نقول هذا، سوف أكتب هنا جملة كمثال، أي هذا الكلب يكون لفاطمة مثلا أو ماريا إلى آخره. مثلا أنا سأكتب هنا جملة كمثال،
ese perro es de ما اس دي ماريا. هذا كلب ماريا، او هذا الكلب لي ماريا، يكون لي ماريا. اي نقصد بهذه الجملة ماريا هي صاحبة هذا الكلب. مثلا لكي نتكلم عن لون، حالة اخرى يعني يستعمل فيها الفيرب سير، لكي نتكلم مثلا عن لون أي شيء. مثلا استا باريت اس بلانكا. مثلا هذا الحائط أبيض، أو لونه أبيض أبيض مثلا. سأكتب هنا جملة كمثال. La nieve es blanca. La nieve es blanca. مثال آخر، مهم، حالة أخرى من الحالات التي يستعمل فيها الverb ser، هي لكي نتكلم مثلا عن الدرجة الاجتماعية لأي شخص من الأشخاص. مثلا لكي نقول أن فلان غني أو فلان فقير مثلا، فنستعمل كذلك، نحتاج لاستعمال الفيربو سير. سأعطي هنا جملة كمثال على هذه الحالة. سوف مثلا دون 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 رامون اس موي ريكو. دون رامون اس موي ريكو، يعني السيد رامون هو غني جدا. يعني ولكي نقول مثلا أن فلان فقير، سأكتب جملة أخرى يعني كمثال هنا. مثلا أي بيدرو إس بوبري، أي بيدرو فقير. لكي وكذلك لكي نتكلم مثلا عن الانتماء الفكري، او مثلا لكي نقول مثلا ان شخص له يعني له مثلا مرجعية، يعني اشتراكية او الى اخره. مهم، مثلا سأكتب هنا جملة كمثال، أو فلان شيوعي مثلا، أو اشتراكي، أو إلى آخره. مثلا قلنا los manifestantes son los manifestantes son socialistas. Los manifestantes son socialistas. يعني المتظاهرين هم ذو مرجعية اشتراكية، أو هم اشتراكيين. كذلك لكي نتكلم عن دين أي شخص من الأشخاص، لكي نقول أن فلان مسيحي، أو فلان مسلم، أو فلان يهودي مثلا، كذلك يستعمل الفيربو سير. سوف أكتب مثال هنا. مثلا محمد
محمد اس مسلمان. محمد اس مسلمان. لوس مثلا الفرنسيين يكونوا كاثوليكيين مثلا، او الاسبان مثلا، los españoles son católicos. Los españoles son católicos. مثلا الاسبان هم يعني ديانتهم يعني كاثوليكية، هم كاثوليكيين مثلا. أظن أنني سأكتفي بهذا القدر بالنسبة لفيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا بعض الشيء. أدعوكم إخواني أخواتي لدعم قناتنا وتشجيعنا أكثر عن طريق يعني الاشتراك في قناتنا والضغط عن زر الإعجاب وترك تعليق ومشاركة الفيديو مع الأحباب والأصدقاء. أشكركم جزيل الشكر من جديد، ونلتقي في القريب العاجل إن شاء الله، وتحياتي لكم جميعا.